حياكم الله مشاهدينا الكرام، وأحسن الله لكم العزاء وعظم الله لكم الأجر بذكرى أيام سيدتي ومولاتي الأيام الفاطمية. قضايا من رصاص في كل حلقة نجوب بدون وجل أو توجس من كل القضايا التي تهم المجتمع بالفئات والمجاميع والأفراد. حلقتنا اليوم خاصة بالطب البيطري، هذه الفئة المهمشة بكل تفاصيلها الحكومية وأيضا في القطاع الخاص. حتى نخوض بهذه الحلقة اليوم راح بضيوفنا الدكتور محمد الكعبي، نقيب أطباء البيطريين في كربلاء وعميد كلية الطب، حياكم الله وعظم الله لكم الأجر وأحسن لكم العزاء. أجوركم أستاذ أحمد، أحسن الله لكم العزاء، شرفنا بوجودنا ببرنامجكم الكريم إن شاء الله. شكرا جزيلا، الله يحفظكم إن شاء الله. دكتور أثير القدساوي، صحيح هكذا تلفظ، عضو الهيئة العامة لنقابة الأطباء البيطريين وخبير بالطب البيطري، حياك الله وأهلا وسهلا بك. الله يسلمك، الله يحييك. أيضا ويانا بعض من الأخوة الشباب اللي هم باختصاصات قريبة أو متخصصين بمواضيع معينة، راح نجوب وياهم بعض الأحاديث. نبتدأ من عميد كلية الطب والطب البيطري ونقيب الأطباء البيطريين في كربلاء المقدسة. دكتور محمد، من هو الطبيب البيطري؟ شكرا جزيلا أستاذ أحمد، طبعا يسعدني ويشرفني وجودكم ببرنامجكم الكريم في رحاب وجوار سيد الشهداء وأخيه بالفضل العباس، وجدد تعزية لمولاي صاحب العصر والزمان ولمراجعنا العظام بشهادة مولاتي وسيدتي فاطمة الزهراء عليها السلام. نسأل الله تعالى أن يحيينا محياها ويميتنا مماتها، وأن يجعلنا من ناصري ولدها المنتظر، عجل الله فرجه الشريف. حقيقة يعني سأل السؤال، طبعا إذا سألنا أي واحد من الناس من هو الطبيب البيطري، يعني إذا تسمح لي خلي أحكي بالطابع العام، هو راح يقول لك طبيب حيوانات أو مثل ما معنى، ولكن الطبيب البيطري هو إنسان حاصل على شهادة علمية بتخصص عالمي وعلمي دقيق، هو اختصاص الطب البيطري. لذلك نلاحظ شهادة الطبيب البيطري اللي يدرس خمس سنوات من المواد الطبية الفعلية، هذه المواد تقسم إلى مواد طبية عامة احنا ونسميها أساسية، ومن ثم مواد تخصصية. المواد العامة اللي هي بالتشريح والمناعة والأحياء المجهرية وغير والأدوية وغيرها، يدرسها خلال أول ثلاث سنوات، ومن بعد ذلك السنتين الأخيرات راح يعتبر احنا نسميه تخصصات سريرية، يبدأ يدرس ياخذ الطب الباطني والجراحة، ليحصل بالسنة الخامسة بعد ذلك على شهادة تؤهله لممارسة مهنة الطب البيطري، وتحت عنوان طبيب بيطري يحمل شهادة البكالوريوس في الطب والجراحة البيطرية. حقيقة الطبيب البيطري إذا أنا صنفته من جانب علمي وما هي علميته وما هي الخلفية العلمية التي يمتلكها، ولكن إذا تسألني عالميا الطبيب البيطري يعتبر خط الصد الأول ضد الأمراض، لأن هو إنسان يدخل في حماية غذاء الإنسان. نعرف أن المنتجات الحيوانية مو فقط كمنتجات غذائية تدخل عندنا حاليا، حتى في منتجات صناعة، كذلك حتى من التربية اللي يقوم بها الإنسان، سواء أنه هذه التربية لمشاريع إنتاجية أو لحيوانات زينة أو حيوانات خاصة إحنا يعني امتلاك خاص. فنعرف أن الإنسان وتجاري وصحي، يعني الإنسان منذ الأزل منذ عرفة الخليقة هو في تواصل مع الحيوانات، فأما يستخدمها لأغراض انتفاعية، سبحان الجليل في الآية يقول أنه الأنعام خلقها لكم، يعني من لحومها وألبانها وأصوافها وغيرها، وأيضا جانب خدمي. أحسنت، وجانب خدمي كذلك. ومن ثم هسه حاليا تعرف أكو توجه عالمي نحو قضية البت أنيمال والحيوانات الشخصية بمختلف الأنواع. هذه الحيوانات نعرف طبعا إحنا هذه الحيوانات بسبب تعاملها المباشر ويا البشر، نعرف لأنه كلها طبعا من نجي إحنا نأخذها أغلبها من سلسلة اللبان اللي حدر منها البشر، وكذلك سلالات الطيور. طبعا قرابة هسه بالعالم 1400 وقرابة 35 مرض مكتشف، 845 مرض هو مرض مشترك بين الإنسان والحيوان. هذا بارت واحدة بالحلقة. اي نعم، خلي حتى ما نحرق، ناخذ لا لا ما راح أحرق، بس أفديتش يعني عن طيب. فالطبيب البيطري بما أنه هو الشخص المتصدي واللي له معرفة كبيرة بهذه الأمراض وبطرق الوقاية منها، يعتبر خط الصد الأول. كذلك أن الطبيب البيطري اللي نجي نحكي عنه هو شلون يكون خط الصد الأول، هسه عرفنا من جانب الأمراض راح يدخل بجانب وضع خطط وقائية للتحصينات ووضع مثل بايو سيكوريتي خاص لمنع حدوث هذه الأمراض. الشيء الثاني المهم أنه هو علاقته بالصحة الغذائية. إحنا نعرف كل المنتجات اللي نستهلكها حاليا سواء المنتجات الحيوانية باللحوم والألبان والبيض وغيرها هي منشأ من منشأ حيواني، لذلك الكثير من الأمراض تنتقل من خلال هذه المنتجات وأغلبها أمراض خطيرة على البشر. فالطبيب البيطري بعلميته بقدرته بخبرته يقدر على أنه يضع خطط
وقائية للحيلولة دون انتقال هذه الأمراض وإصابة الأمراض وإصابة عفوا الإنسان بهذه الأمراض. لذلك نقدر نعتبر الطبيب البيطري هو الجندي المجهول الذي جهل الكثير قدره ومهمش أيضا. طبعا هو بعدين نرجع لموضوع التهميش. نعم. دكتور أثير. نعم. شنو السبب أنه اليوم الطلبة أو خريجين سادس إعدادي ما عندهم خلينا نقول لهفة للتقديم على الطب البيطري؟ هسه الفرص واحدة من الأسباب، أكو أسباب أخرى؟ أستاذ أحمد مثل ما تفضلت أنه اليوم التوجه للطالب يفكر بالكليات اللي وراها تعيين مركزي بالدرجة الأساس، لأنه يفكر بالراتب والتقاعد خلينا نقول. هذا حق مشروع بس مو لهالدرجة يعني. ما عندنا بالضبط. طفل من هو طفل يتمنى يصير اليوم علي واحد من أقاربي كانت أمنيته يكون طبيب بيطري. صح. بس معدلها ما سعفه. صح. فأكو ناس يعني عندها هذا الطموح بس أكو عزوف، يعني حتى اللي عنده طموح ممكن يقول لك أروح لغير مكان. العزوف أستاذ أحمد مثل ما تفضل دكتور محمد قال الدراسة صعبة مال الطب البيطري، يعني أنت تتصور المعدل أقل من المجموعة الطبية وإذا هو يدرس مجموعة طبية. بالمقابل الطالب يقول لك أنا هذا الجهد كله اللي أبذله والمصاريف مالتي والتعب والدراسة هاي اللي إنجليزية بحتة والأمراض الحقيقية اللي أدرسها لازم أنا بالتالي أحصل فرصة تعيين تمام أو فرصة بالمجال القطاع الخاص، وهو ذن الفرصتين قدامه إنما مدعومات ولا مفعلات. فيقول لك أنا أتوجه إلى معهد أو كلية ثانية بها الفرصة أقوى من هذا. لذلك ده يصير عزوف، خصوصا من أنت واحد مثلا تقول أقاربي من تجي تسأله يقول لك لا لا تجي للطب البيطري لأن صعبة كلش احتمال ما تدبر دراسة صعبة ما بيها فرص. بالضبط ما بيها فرصة، أقلها روح فالدراسة سهلة هينة وهي بالتالي أنت على الفرص مال التعيين. لذلك أكو عزوف من هاي الناحية. شنو المشكلة؟ إحنا ما نحتاج أطباء بيطريين يعني إحنا تكلمنا يمكن أنا وجناب دكتور محمد يوم أمس أنه تقريباً 6-7 وزارات تحتاج الطبيب البيطري. صح. هل المواضيع بالحكومات المركزية ما عندهم؟ هسه احنا مؤمنين أنه ماكو تخطيط، أنا أتحمل هذا الموضوع، ماكو تخطيط بأغلب الأشياء، لكن هذا الموضوع مهم باعتبار احنا اليوم عندنا معامل تعليم خريجين التغذية ما عندهم شغل. تمام؟ صح. يديرها أعرف مهندس يدير معمل تعليم، هسه هذا مو ضير يعني مو خلل، بس هم ما عندهم مختص بخريجين كلية التغذية. الزراعة والصناعة والصحة وبعد أكثر من وزارة تحتاج الطبيب البيطري. نعم. شنو الأسباب اللي تخلي الحكومة تهمش هذه هسه مو نقول الحكومة، خلينا نقول المسؤولين تهمش هذه الفئة؟ أستاذ أحمد حقيقة إحنا أرد أنطلق فد من مقولة هي مقولة الإمام الصادق سلام الله عليه، يقول علموا الناس محاسن كلامنا فإنهم لو عرفوا محاسن كلامنا لاتبعونا. حقيقة قبل أرد أحكي فد موضوع تاريخي حول هذا الموضوع. قبل 2003 في سنة 86 نوجد خلية عمل جهادية إسلامية داخل كلية الطب البيطري، مجموعة من الطلبة الإسلاميين. صلاح الدين أعتقد جامعة. لا لا كلية الطب البيطري. إيه جامعة صلاح الدين. لا لا بغداد ما بغداد بالنهاية العامري على طريق أبو غريب. فعلى أثر إنه ألقي القبض عليهم الأخوة طبعا أعدموا واستشهدوا واعتبروا شهداء. بعدها كان الطبيب البيطري مدة التدرج مالته 4 سنوات قلصت إلى سنة بسبب ظروف الحرب العراقية الإيرانية حتى يروح للجبل. بال89 شبه اللي توقف التعيين، يعني نقمة السلطة على هذا التخصص أمانة، نقمة يعني بسبب خلية بسبب هذا الشيء. بحيث أنا أقول لك يعني من الـ من الـ من النكت اللي إنه القضاء أبو غريب كله فرقة حزبية والطب البيطري بيه فرقة حزبية لأهميته إنه لقدوا بيه فتشيف، يعني كان هذا الشيء موجود. بعد 91 تعرف الدولة العراقية دخلت يعني حصار اقتصادي وعقوبات أمريكية فرضت وهذا، فاتجهوا أغلب الأطباء البيطريين وأغلب الموظفين في ذلك الوقت للقطاع الخاص. يعني حتى كان حتى اللي كان متعين بغير وزارة يشتغل قطاع خاص. إيه يعني يشتغل قطاع خاص، هو كانت مثل القطاع الخاص جدا رائجة ومربحة بالنسبة للطبيب البيطري ما يعادل يمكن 15 إلى 20 ضعف الراتب اللي يأخذه بالدولة. فبقت المهنة يعني ما لها فضة معين، ولا بدأوا يعني الأشخاص المتصدين للمهنة في تلك الفترة أنه يبرزون دور الطبيب البيطري، فقط عبارة عن إنسان عنده عيادة وهاي في مال لا يعني عالج وهاي متجهوا هاي الاتجاهات أنه دوره بالوزارات الأخرى. بعد 2003 إحنا هاي نسميها الفترة يعني الانتقالية وبقت كلاسيكية أمانة. كل القيادات اللي إجت قادة منها الطب البيطري سواء بالوسط الأكاديمي أو بالوسط الزراعي، لأن تعرف أن الدائرة العامة للبيطرة مرتبطة بوزارة الزراعة، وهاي أنا بقى تسمح لي هاي فد نقمة صارت على مهنة الطب البيطري. ثمنها. إي أحسنت صارت فد نقمة. فهاي القيادات الكلاسيكية
وضعها ترتب بما بفترة معينة بقت ما ظاهرة. حقيقة ثورة الطب البيطري ونهضة الطب البيطري بدأت بال 18 بدأت طبعا وأمالة أنا نهاية أحكيها للتاريخ بدأت من كربلاء. شباب كربلائيين أطباء بيطريين اجتمعنا هنا وبدأت أول مظاهرة عندنا بالعراق أمام مديرية الزراعة تحت الجسر هنا بوقتها بالحديقة وقفنا ودعينا بعض أعضاء مجالس النواب اللي هو على أثر وجود شنو طبعا إحنا نكون واقعين أسوة بالمجموعة الطبية الأطباء البيطريين عندهم قانون يسمى بقانون التدرج الطبي البيطري. طبعا القانون ينص على أن الطبيب البيطري بعد إكمال متطلبات التخرج اللي هي لمدة 5 سنوات يلتحق بالإقامة الدورية لمدة سنة ومن ثم بعد ذلك يختم 3 سنوات قرى وأرياف. وانت تعرف بالدولة العراقية أي شخص دام في وزارة لمدة سنة كاملة مع حسن سير السلوك يثبت على ملاك هذه الوزارة. فهذا كان السياق المتبع سابقا. عفوا أنا بس خلي أكمل وبعد ذلك من يجيك المجال تقدر تتداخل. اللي صار شنو بعد بال 18 بدينا نتحرك طبعا بدأ عندنا صار تعديل لقانون التدرج الطبي البيطري هذا بضغوطات بكربلة بضغوطات كربلة ومن ثم انتقل لباقي المحافظات أي يعني سانت عندنا بال 18 بال 19 قبل 25/10 بعد ذلك دحلف صارت مظاهرات 20 فمثل ما تقول احنا القضية يعني جيرت بعد مشت القضية استمرينا بعدها بمظاهرات بسنة 21 حدث عندنا التعديل الثاني لقانون التدرج الطبي البيطري وقرب البرلمان عندكم نزل في جريدة الوقائع بتاريخ 15/3 واضح وهذا طبعا نص القانون عدي انه الفئات المشمولة ومن ضمن القانون انه حتى وقع عليه كان بوقت رئيس الجمهورية برهم صالح حتى يعينون على وزجهم كموظفين في الدولة. أنا من أقول لفظة موظف في الدولة معناه يعين مع العلم إحنا أستاذ أعدادنا جدا قليلة مقارنة بباقي الوزارات. يعني أنا من أجي أقارن نفسي كم طالب يتخرج كل سنة بالعراق ما يتجاوزون 1000 ما يتجاوزون ما عدا كردستان أنا أحكي لك على 14 محافظة ما يتجاوزون 1000 إحنا نسبة احتياجنا أنت كمتخصص نسبة احتياجنا إيش قد يحتاج العراق بالسنة. يحتاج جدا كثير يعني احنا هسه دا نجي خلنا ناخذ مثلا كربلاء انموذجا لهذا الشيء. كربلاء تحتوي على مشاريع زراعيه استراتيجيه ضخمه من ضمنها مشروع اكبر مشروع دواجن على مستوى الشرق الاوسط مشروع صحاري كربلاء. يعني احنا المقارنه من تجي ايش قد يحتاج اعداد اطباء بيطريين واضح لا شيء بالنسبه للموجود. يعني هو دا يجيب من الخارج دا يجيب الاردني والمصري وغيره من الجنسيات العربيه دا يزج والاجنبيه ودا يزجه بالعمل على قبال انه عندنا احنا هنا اطباء وكفاءات موجودين. حقيقه انا ما اخفيك انت طرقت الى موضوع جدا مهم موضوع الاحتياج انه عندنا في كربلاء. انا طبعا رح احكي في كربلاء ولكن اعمم على باقي المحافظات. في كربلاء عندنا مستوصفات بيطريه اغلقت بسبب عدم وجود كادر. هذا لازم نرجع لبارت واحده. اي نعم. يعني انا اعرف بالاسماء الناس اللي طلعت تقاعد. اي صحيح. فقلت لك احنا المشكله انه ما ظاهرين للاعلام وما ظاهرين بالساحه الاجتماعيه والاعلاميه بصوره واضحه. فليش قلت لك علموا الناس محاسن كلامنا. احنا حاليا نطالب انه قانون التدرج الطبي البيطري ما يكون حصر الطبيب البيطري محصور في وزاره الزراعه. اطالب ان يكون الى دخول في وزاره الدفاع. يعني بوزاره الدفاع احنا عندنا وحدات كيناين موجوده الدفاع يعني. والداخليه هذه لازم طبيب بيطري مشرف عليها. الاغذيه اللي تدخل مراكز التموين احسنت وزاره الصناعه المعامل وغيرها الجمارك الحدوديه هسه تعرف احنا عندنا استيراد حيوانات من الخارج دي يجيبون استيراد منتجات غذائيه سواء البان او غير او لحوم او غيره هذا كله لازم طبيب بيطري لان هو متخصص في هذا المجال. يعني وزاره الصحه عندنا يعني هوايه دوائر موجوده صحه مجتمعيه الامراض المشتركه طبعا بما تحتوي وتعرف قلت لك انا قرابه 800 مرض وكسور مشترك بين الانسان والحيوان. فهذه الوزارات احنا نطالب من خلال منبركم الكريم الاعلامي انا مقدر وعد قلبك اي الله يخليك خلي ادير الحلقه انا وارد وياك زايد انا كلش اسف خلي اسمع اخويا حتى نرجع للدكتور اثير. شنو كانت بدك مداخله عفوا بدايه السلام عليكم وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته حياك الله ابو فلاح. بس كما تفضل الدكتور قال طلعنا مظاهرات اول شيء بكربله انه هي اقل شريحه شريحه الطب البيطري هنا فهل معقول يحتاج انه واحد يطلع مظاهرات انه 5000 يقدرون هسه 7 وزارات انه كل 1000 مثلا على وزاره يقدرون يتعينون. فسبب انه صعدوا سنه من السنوات صعدوا لجريده الوقائع ووصلت الى الماليه وزيره الماليه رفضت تعيينهم. ما هو السبب؟ هل انه اعدادهم هي قليله؟ اول شيء اعدادهم قليله ويقدرون يتعينون باكثر من وزاره. سبب تجاهلهم او سبب الغاء تعيينهم ما هو؟ بس هاي
خلينا نسمع دكتور أثير. خلانا أنت هواي تلوع الدكتور. خلينا نسمع دكتور أثير وهم عندي سؤال لك بالخاص. سمعت سؤال حسن؟ خلي جاوبك علي. أكو أحيانا مسؤول بالدولة ما عندنا نفس مساعدة. ما عندنا نفس يعني توفير فرص عمل. خلينا نسألك سؤال شوي صعب. إيه. ما عندنا طبيب بيطري عضو برلمان وزير. عندنا هواي. عندنا سبعة كانوا أثناء القانون. أي. أنا عرفت الإجابة. استرسل عفوا. هم طبعا ساعدونا ناس ساعدونا بإقرار القانون. واحد ما ينكر فضلهم. الحمد لله. تمام. بإقرار القانون ومشت الأمور وهاي. بس قلت لك أكو نوبات صاحب القرار النفسه مالت مو ياك. مو يتعين. مو يتوفير فرص عمل. يعني أنا فد يوم قريت تقرير إلها الطيف سامي وزيرة المالية أنهم قدم تقرير للحكومة أنه إحنا نحو تقليص عدد الموظفين وليس التعيين أصلا تقليص عدد. زين هي مقدمة هيك مقترح ويجوها 5000 طبيب. وانتو بالأمن الغذائي صفر. بغض النظر عن أنه احتياج أو قانون عندهم أو هاي تقول لك أنا ضد التعيين شلون أوافق على التعيين هالشكل. إذن الموضوع رئاسي كبير. أكيد. ليش أنتوا بالأمن الغذائي صفر تعدادكم أو عددكم أو شنو المخصصاتكم خلينا نسميها مخصصات الوظيفية؟ يعني يمكن أنتوا واحدة من الفئات القليلة جدا وما مخصصين لكم تعيينات بالأمن الغذائي أو هيك شيء. إيه ما هو لا. أبداً. ولا واحد ولا عشرة ولا. بكربلاء عينوا 11 طبيب بيطري على الأمن الغذائي فقط. هذول السنة على أساس مددوها 3 سنوات. أنا البارحة طبيبة بيطرية بالمستشفى البيطري كنت يومهم قالت لي دكتور إحنا 3 سنوات يقولون في مال لا لأن إحنا تحت عنوان التدريب والتطوير. قلت لها تحت عنوان تدريب وتطوير ما لك حق عليهم يعني معناتها. معناتها إن هون. كم 3 سنوات و. بالضبط إيه مو تعين يعني شملنا الأمن الغذائي على 11 واحد يعني خلينا نقول ما سدوا جزء من النقص اللي عندهم. والثلاث سنين هاي كملت الثلاث سنين يعني على أبواب إنه يفسخون عقدهم. كنسبة مئوية شقد نحتاج بالمية أطباء بيطريين خلينا نقول عندنا عجز شقد بالمية كربلاء نحكي كربلاء سادة أحمد هو المتخرج الدفعة اللي تتخرج ما تسد الاحتياج. يعني أنت عندك فائض عمل يريد موظفين أكثر ستاف أكثر. عندك فرص أكثر بس ما عندك بالضبط. بعد أكو فد شغلة غابت عنها إنه الوزارة وزارة الزراعة إحنا ليش الدكتور تطرق لها قال إحنا نكبة علينا وزارة الزراعة منضمين إلها لأنه عندنا قانون الإشراف الصحي وفي كتاب رسمي ومعمم على كل الدوائر لكن ما مفعل. يعني اليوم الطبيب البيطري من ما يحصل تعيين على الأقل يحصل فرصة الإشراف وهذا قانون مقر يعني من أنت صاحب مشروع اليوم تقدم من ضمن الشروط عليك أنه عندك طبيب بيطري مسؤول عن المشروع. أنا أعرف أهل الدواجن أكثر شيء مفروض كل المشاريع بيطري. حتى المجترات تمام المفروض يوقع على أنه طبيب بيطري يتعين لمدة كذا سنة تمام براتب هالقد بعقد وضمان إيه راح ينطوس الف على هذا الأساس بدون ضمان يعني مخصصي له ضمان أحد مشكلاتنا بعد أها والله يعني شلون يوقع عقد والدولة جابرت أبو المشروع على هذا الشخص والدولة عايفته بدون ضمان. أستاذ أحمد قضية الضمان الاجتماعي طبعا داعينا بها أمانة قلنا الطبيب البيطري هسه أمنتوا بالله تقولون متى يتعين بس خلي أقاطعك عفوا نعم الدولة تفرض عليه فلان من الناس مستثمر عنده تسمين عجول نعم وفرض على المشروع حتى أعطيك هذه المنحة وهذه السلفة أنه لازم تجيب طبيب بيطري نعم. هو اللي يدير هذا الموضوع هو يكون مختص أكيد. أنا من فارض عليه طبيب بيطري شلون ما يندفع له ضمان للدولة وهو بعلم يشتغل وبعقد. أستاذ أحمد القضية الدصير إحنا خلنا نحكي قضية ما مبوبة قانونيا ومدى تمشي قانونيا لأن هي مجرد دصير عبارة عن اسم على ورق ومشوا في مالها مقابل فد عطاء مالي معين وأقول لك لا يرتقي أن يكون هذا العطاء يعطى للطبيب لأن ما عاد يعني خلي أحكيها شهرية عامل بسيط موجود عنده بالحقل. إحنا اللي نقوله يجب أن تكون هناك قوانين تحكم عمل وتنظم عمل هذه العقود. حاليا أنا طبيب بيطري ما يخالف تعالي للنقابة تعالي للدائرة أنا أزودك بطبيب اختصاص في الدواجن أعطيك دواجن جهة مختصة ولكن أكو فد قضية مهمة إحنا هسه بالقطاع الخاص أغلب ولدنا يعني يشتغلون بالقطاع الخاص يقول لك كانت الدولة ما موفرت العمل افتح عياده بيطري عند مكتبه يعني قرطاسيه اي هذا بعد هذا هو انتحى بس اكو ناكو ناس يعني امانه تجارب نجاح احنا نسميها برغم كل هذه التحديات اللي عندنا برغم كل هذا الموجود قدر يثبت نفسه بالساحه يعني ويكون تجربه ناجحه للاطباء البيطريين ولكن ايضا صدمنا بقضيه طالبنا لهم بضمان اجتماعي اسوه بباقي الفئات العامله قالوا والله انتم ما مشمولين زين هسه من تجي
كقضية خطورة، هو دا يتعامل ويا كائنات ممكن تنقله مرض قاتل. اي فعلا، يعني ممكن حياته تروح نتيجة التعامل ويا هذا الحيوان. دليل كورونا الأزمة اللي صارت. احسنت، يعني هو كورونا اصلا مرض كورونا منشأ حيوان. من 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 مرض السارس اللي نشأ عندنا، وهذا السارس يصيب عندنا الجمال ويصيب عندنا غير الفئات الاخرى من الحيوانات. فهذا واحد يعني متعرض للخطورة، يعني خطورة الإصابة بالأمراض، كذلك متعرض ممكن يصير له حوادث أثناء العمل. يعني تعرف هذا العمل ويا حيوان، يعني أشكاء السماء ما شاء الله حتى أسود قامت تعلم تربي صح. مو يعني متعرض لكل هذا النوع، ومن الطالب لضمان اجتماعي أسوى بباقي الفئات العاملة يقول لك لا هذا ما مشمول. يعني أنا أدعو من منبركم الإعلام الكريم هذا اللي هو صوت المظلومين أمانة إن شاء الله، انه يلتفت لنا معالي الوزير احمد الاسدي فئه علميه، يعني مو يعني صحيح مع احترامي لباقي الفئات العامله، ولكن ايضا خلي ينظر بعين الابوه بعين الاخوه لهذه الفئه المظلومه، خلي يشيلهم قضيه بالضمان الاجتماعي. يعني طيب هسه عفوا خلي نروح شوي ايجابيات وارجع نعم. لكم دكتور اثير، اليوم انتعش موضوع العيادات البيطريه باعتبار الناس بدت يعني نسبيا ولو صح. الناس بدت تربي هوايه حيوانات وتهتم بصحه الحيوانات صحيح. هذا ما عكس شيء ايجابي على وضع الطبيب البيطري؟ يعني سابقا في حالات نادره تلقى الاشخاص يروحون يقتنون صح. حيوانات خلينا نسميها اجنبيه بجواز بضمان ببطاقه تلقيح ويظل بهذا هذا الموضوع ما أنعش القضية من ناحية الرغبة، رغبة الحكومية والرغبة الفردية لتقديم لهذا المجموعة. والله أستاذ أحمد بالنسبة للرغبة الحكومية إحنا ما علينا بها. خوش نسولف. نجي على جانبنا. رغبة الأفراد. إحنا مثل ما تفضلت قبل كانوا يجون الفئات اللي خلينا نقول ما مكملين دراسة اللي هم أصحاب الأغنام أصحاب الأبقار القرى والأرياف اللي ناس بسطاء ما يعرفون معنى الطب البيطري، يعرف إنه عنده حيوان تمرض يعالجه. هس الشريحة اللي تربي هاي الحيوانات الأليفة أغلبهم من الناس الطبقة المثقفة الأغلبية. فقام يعرف دور الطبيب البيطري فعلا. إن يجي يشوف مثلا أنا يمكن بأربع عيادات بيطرية والحمد لله يعني ما انغلقت صار لها سنين في السنتين ثلاث تمام. فإذن هذا الموضوع أكو استجابة من الناس وأكو مراجعات. هس عدنا في كربلاء تقريبا 40 عيادة صارت ما شاء الله عيادة بيطرية ما بين الأقضية والنوح والمركز. فمثل ما قلت لك انه البيت انيمال اللي هي الحيوانات الاليفه الصغيره اللي قاعد تربيها هاي الفئه قام يجي للعياده يشوف شيء مختلف عن علاج الحيوانات الكبيره واللي الناس كانت ما تقدره. هسه بيشوف انه كورس علاجي واصابات فيروسيه وامراض منتقله وكارت صحي مثل ما تفضلت ومتابعه ولقاحات هذا في شيء طبيعي وشوف اكو استجابه ايضا للحيوان بالضبط ودزيد هاي النظره ان شاء الله. الاطباء البيطريين بعلميتهم واحتوائهم لهاي الامراض عكسوا صوره عكس اللي كانت الناس تفهمها انه طبيب حيوانات مثل ما تفضل دكتور محمد وهاي هي لا الان اصبح عنده مهنه طبيه بحته فعلا. يعني المغذي يتشكل للحيوان من يتعب كلش بالامراض الفيروسيه الاشكال العلاجات الاوبر ولا الحاب ولا السوائل الفمويه فتوسعت الفكره والنظره تحسنت من ناحيه الطبيب البيطري حتى الناس تتعامل ويا الطبيب البيطري بطريقه احلى بالضبط انه فعلا انا محتاجه سابقا يجوز ما كان يحس نفسه انه محتاجه شنو هذا التخصص صحيح. اليوم هذا التربية عززت العلاقة بين المربين والأطباء البيطريين. خلي أرجع دكتور محمد بسؤال قانوني نعم. بخصوص النقابة نعم. متخرج من كلية الطب البيطري نعم. من حقه يفتح عيادة لو اللي يتعين لا من حقه يفتح من حق عيادة. مباشرة مباشرة ينتمج مجرد انتماء للنقابة احنا حاليا كانت تعرف احنا قضية الإقامة الدورية كانت مفعله هاي السنوات كلها لحين ما أقر القانون بال21 المديرية العامة للبيطرة قالت أنا بعد ما أقدر ما عندي قانون لا أقدر أباشر لهم بالإقامة على القانون القديم ولا على القانون الجديد يعني على القانون القديم طبعا بالمناسبة من الطرف اللي يعتبرها من المهازل أن الطبيب البيطري يعين بعد التحاقه بالإقامة بأمر وزاري ويفصل بعد سنة بأمر وزاري ليش؟ هو هاي كملة إقامة هاي على القوانين مال مجلس قيادة الثورة المنحل هيك كانت واضح؟ فهسه بقى الطبيب البيطري حتى هاي الإقامة السنة اللي كانت تفيد أنه لعملية التدريب هم حرم من عدها صار عندنا فد موديفيكيشن بالنقابة بوقتها بالمجلس النقابي اقترحت أنا بوقتها وصارت التصويت عليها أنه يابا إحنا ما يخالف
هذا شنو ذنبه انه يقعد بالبيت؟ يختار له عياده من عيادات احنا محدديها بكل محافظه تعتبر مراكز للتدريب. اللي هي المستوصفات خلينا نسميها البيطريه. مو المستوصفات، عيادات الخاصه او المستوصف مدى يستقبل. هم ممكن يتدرب بعياده خاصه. ممكن اي، ولكن عيادات يعني احنا حددناها. مو يعني عيادات احسنت يعتبرون بدرجه طبيب بيطري خبير. على انه يعطي الطبيب البيطري سيرتيفيكيشن لمده 6 اشهر انه تدرب بالعياده الفلانيه بتدريب. فانا وفق هذا السيرتيفيكيشن راح امنح اجازه بيطري، اجازه فتح عياده طبيه بيطريه. يعني من باب تسهيل الامور. هذا افضل يعني الزملاء امانه يقول لك انا ما يخالف، انت لا ترحمني ولا تخلي رحمه الله تنزل علي. تقول لي الا اقامه، انزين انا اقامه ماكو، الدوله سدتها علي. فوانا ابقى. فبالتالي احنا سوينا هذا المقترح والحمد لله والشكر. هسه هواي من زمان قلت لك يعني احنا لو ننظر عندنا تجارب نجاح جدا كثيره. اعقب على كلام زميلي دكتور اثير، احنا قلت لك صارت عندنا انتقاله خصوصا يعني هاي السنين يعني من 2010 فما للوقتنا الحالي. هي هجره الطبيب البيطري من الريف الى المدينه. بالعكس. اي لا امانه لان سابقا والله انا اسميها هجره. بالارياف بقت يعني بس اللي عنده ماشيه وكذا، وهذا اللي هو صار موجود ولكن حاليا يعني البروز قطاع تربيه الحيوانات المنزليه بمختلف انواعها ادى الى انه ظهور عيادات بيطريه. كانت عيادات بيطريه امانه مقتصره على القرى والارياف. يعني ما اشوف لك طبيب بيطري داخل المدينه. خلينا ناخذ اتصال. تمام. أنا أول اتصال من ويانا. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. وياك المتصلة أم حيدر من المراجعين الدكتور أثير. أم حيدر. نعم. حياك الله. الله يحيي أصلك. إحنا من يعني من الراجع دكتور أثير هو أحسن طبيب يعني اللي بكربلة. الله يحيي. بالنسبة للحيوانات يعني حتى تكون أجرته يعني تساعد بالأجرة. ما كان الله ينمو. نعم. وبالنسبة للعيادات البيطرية يعني علاجاتها كلش غالية. يجوز ممكن يعني المواد الأولية غالية والأدوية هي أصلاً غالية. ومن الراجع يعني المستشفيات البيطرية ما بيها علاجات، يعني يقولون ناخذوه من برا. شنو يعني من سيادتكم يعني إنه يعني تقولون للوزارة إن تزود المستشفيات البيطرية بالعلاج. هسا انت شنو الشيء الغالي اللي اخذتي؟ يعني هسا مثلا اذا عندي بزوني العفو بيسهال يعني يوميه 5000 اضربها اخرى بالعيادات الخارجيه يعني اللي خارج خلينا نقول العيادات الحكوميه. صح. نعم. بس هم موفرين كل شيء. يعني العيادات الخارجيه موفره كل شيء. تمام اكيد. احنا متعودين ترى حتى بكل الاختصاصات المواضيع القطاع الخاص موفر كل شيء، القطاع العام موفر كل شيء. حيدر عندكش مداخلة أخرى؟ لا يعني شكرا. حياك الله. الله يسلمك. يوصل إن شاء الله يسمعك دكتور أثير. شكرا لكم حيدر. هذا اتصال إعلاني إحنا نسويه. الله يوفقك. الله يسلمك. مو سويها من تتخرج. أي عفوا. كنا نتكلم عن موضوع. اولا شكرا لك. الله يحفظك. شكرا لهذه الناس اللي تمدحك. الله يحفظك. كنا نتكلم عن العيادات الخاصه، خلينا نسولف بما انه داخله وياك بهذا الموضوع ان شاء الله. ليش اكو اشياء ما متوفره بالعيادات الحكوميه متوفره بالعيادات الخاصه؟ خلي اقول لك مثلا البروتينات والاكل وهذه المواد هذا طبيعيات انه يكون مثلا موجودات بالقطاع التجاري. بس مستحيل انه اكو ادويه بعياده خاصه ما موجوده عند الدوله. اكيد. مو او عند القطاع الحكومي خلينا نسميه. شنو السبب؟ استاذ عيني احنا تحت عنوان دائرة البيطرة انه لازم تخاطب الوزارة وتخصص لها واكو مني ويضع خطة. انت بالبداية قلت اساس الشغل هو التخطيط، احنا ما عندنا تخطيط. احنا عندنا مشكلة تخطيط كبيرة. اليوم مدير المستشفى البيطري من يرفع كتاب للمدير العام انه انا اريد مجموعة ادوية، هذا الدواء اريد منه مثلا 100 قطعة للمثال، هذه انا اريد اعالج بها البت انيمال الحيوانات الأليفة بغض النظر عن الحيوانات اللارج انيمال، لأن ذني الأدوية غالية ما تتوفر بال عندهم لا تعين ولا توفر أدوية ولا تدرب. لازم شو يسوي؟ شو الطبيب البيطري؟ لازم شو يسوي؟ الوزارة تخصص لها فد مبلغ إنه تشتري هذا من القطاع الخاص. إنه ترجع الدولة للقطاع الخاص. أكيد 100% لأن هاي لو تستورده الاستيراد راح تفتح باب إنه احتياجها مو كلش قوي. أما من تأخذ احتياجها خلينا نقول من مناطق القطاع الخاص اللي هي السنك وأربيل وغيرها، يعني هاي المناطق التجارية مال طب البيطري. هنا راح تدخل شلون خلنا أقول لك المصالح.
يعني كوزارة ما راح تأخذ مني أي، وراح تشكل لجنة مال المشتريات، ولجنة المشتريات تدري أنت محاصصة بالدولة وعلى هذا، فهي دوخ. فيقول لك أنا خليني على هاي. بالإضافة لهذا الشيء أنه أنت ما قاعد تعين الناس الاختصاص بهذا المجال حتى تغني المستوصفات والمستشفى البيطري بهذا الاختصاص حتى يبدون يعالجون هذا. يعني مع احترامي لأخوتي الأطباء البيطريين الموجودين، هو تلقيه يعني يعرف يعالج بس ما عنده الإمكانية، ما عنده العلاج، ما عنده المغذي، أو ممكن ما يقدر التحيادة أساسا. بالضبط بالضبط. لذلك تشوف المستشفى البيطري وكوادر المستوصفات ما يعالجون، يحولوهم على العيادات الخاصة. تبدأ العيادات الخاصة توفر كل شيء مثل ما تفضلت، نفس الاختصاصات البقية، تروح للمستشفى يكتبوا لك علاج من برا، الطبيب يقدر هو يعالج ويعرف العلاج بس يصرفه من برا، ما عنده منه. يضطر المريض من ياخذه ياخذه من برا. احنا كعيادات خاصة يعني احكي بصورة عامة، خاصة قاعد يشيل عن كاهل الحكومة هواي. هاي الحيوانات الصغيرة تبدي مصاريفها من الجلوفز، هاي الكفوف والتعقيمات والمحرار وهاي السؤال، كلها هاي تنحسب، والخطورة مالتها والسيطرة وكل هاي تنحسب عليك فلوس. لذلك أي واحد عنده مشروع تجاري يعرف أن القلم فلوس، بالضبط عاشت كيف مع عيادة وتعمل هذا الاثنين تستخدمها هذا فلوس. تمام لو متمام كل. لذلك تصير العلاجات بالقطاع الخاص اغلى من الحكومه، لان الحكومه باعتبار انه مدعوم المفروض وراك ايجار وتريد تطلع نفع. بعد اكو شغله خلي اقول لك اياها، ترى بالمستشفى البيطري ترى العلاج مو بلاش يعني، ويوازي سعره بالعيادات يعني. مو بلاش؟ اي مو بلاش، لا يوازي سعره. انا ذاك يوم فاجئني احد المربين مال الاغنام قال لي دكتور اريد هاي، قلت له انت ليش تريد عدد هواي يعني من باب النصيحه، انه ليش ما تروح للمستشفى البيطري؟ ده عاملني على السعر هذا. قال لي دكتور انت تبيع ب 15، هو ب 15 بالدائره. بالدائره متنزل انت على اعتبار انا ما متعين بعيد عن القطاع الحكومي. انا تفاجئت الصراحه، قلت له هذا العلاج هذا انت متاكد؟ قال والله دكتور ب 15 موجود، وهنا يمك ب 15 على الاقل انت قريب، واخذ في شركه اصليه وما يحددون بشركه عاديه. لا تمام هيك من هالباب. ما تسولفون سالفه، انا من يمي اضوج وانا مو طبيب بيطري يعني. الله يساعدكم انتم عايشين بهذا التحديات في نفس من رخصه الوقت. دكتور حمد خلنا اقول لك ابسط مظلوميه. شوف هسه انت افتر شوارع كربلاء واحياها، حي الاطباء تلقي، حي المهندسين تلقي، الإصلاح الزراعي تلقي، حي المهندسين الزراعيين تلقي، حي الصحفيين وقضاة ومدراء عامين تلقي، حي الأطباء البيطريين ما لا ما تقدر الدولة تخصص لها فد بقعة أرض وسويها حي للأطباء البيطريين، على الأقل المتعينين عندهم خدمة للدولة. لا ما ماكو أي 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 يعني شلون انتباه لهاي الشريحة. يعني أنت تصور إحنا الشريحة الوحيدة اللي ما محصلين قطع أراضي من الدولة. دكتور أثير أكو مشكلة يعني، عفوا أنا دا أحس المشكلة يمكم يعني، معقوله كل هذا التهميش وبدت المظاهرات بال 2018؟ تعرف ليش؟ هذه تقدس سنوات. تعرف هو لا هي تركه تركه ثقيله جدا، والسبب السياسات السابقه. عشتي احنا يعني مثل ما يقول يعني ظلم الابناء بسبب فعل الاباء يعني اذا تسمح لي. هذا الظلم هذا 89 لليوم اي والله انتوا دفعتوا الثمن، احنا دفعنا الثمن. هذا طبعا التراكمات وقضيه انه اني ليس لي دخل ليس لي دخل، يومي ماشي يومي ماشي، الى ان وصلنا الى نهايه نفق مسدود. يعني انا بس اعقب في قضيه على قضيه عدم توفر العلاجات وهاي. استاذ احمد احنا الحقيقه وجودنا في ضمن تشكيلات وزاره الزراعه مسبب لنا عبء كبير أمانة. هذا من تجي موازنة الوزارة، تعرف وزارة الزراعة بي 11 قسم واضح، فكل قسم دا ياخذ حصة من الموازنة إلى أن يصفى القلة القليل يطول الدائرة العامة للبيطرة. يعني مشكلة. لذلك احنا يعني أمانة الحل الأمثل، أنا قبل لا ألتقي بيكم سولف أنا كل ظني أنه أنتوا على وزارة الصحة مو على وزارة الزراعة. لا 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 وهذا عبء كبير طبعا. هذا بالمناسبة احنا لو نجي إلى باقي الدول وزارة متخصصة، وزارة الطب البيطري والصحة الحيوانية في كثير من الدول العربية. هسا احنا ما نقول نريد نصير وزارة وعبء الوزارة وقضية تواي الحقولنا بالوزارة اللي يا بخ يسوونا هيئة حالنا حال هيئات المستقلة التابعة لرئاسة الوزراء. على الأقل تصير عندنا استقلالية بالمصاريف بالقرارات بكل هذا. يعني احنا وجودنا يعني أمانة أنا ملتقي بوزير الزراعة سواء السابق والحالي، من تحكي يقول لك هي انا مفتهمك ومفتهم مظلوميتك وعلى عيني وعلى راسي وانت شيء مهم ومهم،
بس انا ما اقدر اثير القضيه لان انا عندي مهندس في قبالك مهندسين زراعيين اعدادهم 10 اضعافك صح. فما اقدر انطي قانون التدرج واطبقه بصوره واضحه لازم اطبق لهم لازم انطيهم حصه تنفتح عليه لذلك مو لذلك احنا من اقول لك يعني وجودنا مع وزارة الزراعة حاليا هو عبارة عن انتقام لنا أمانة يعني يعني اللي يرحم اللي يريد يرحم الأطباء البيطريين خلي يفصلهم في وزارة في هيئة مستقلة تابعة لرئاسة الوزراء حال حال الهيئات الأخرى الموجودة وتمشي أمورهم بالنتيجة أعداد الشباب بدأوا يحوشون خلينا نسمع منهم أكو أحد أكيد اتصال خلي أخذ اتصال أم محمد من كربلاء حياك الله أم محمد السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله عظم الله لك الأجر الله يحفظك إن شاء الله يعطيك العافية ما أعرف السلام الدكتور أثير الله يحفظك أم محمد سمعك دكتور أثير إن شاء الله حولوا لنا الكاميرا على دكتور أثير أي أم محمد شنو عندك شوية دكتور أثير السلام عليكم وعليكم السلام الله يحفظك أم محمد شوكم دكتور الله يسلمك جدا شاكرة جهودك ويا البزونة مالتي الله يحفظك رحم الله والديك الله يسلمك كانت مريضة وما لها خلق الله يحفظك والدكتور أبدى كل إمكانياته وياها الله يسلمك واجبنا هذا خلي يشوفون الدكتور شكرا جزيلا الله يحفظك شكرا لك محمد شكرا جزيلا لاتصالك الله يحفظك حياك الله شكرا لك مرة ثانية لا حولنا مديم الدكتور أثير خلص اتصال وما رجعتوا له هذا نفس الاتصال ذاك اللي قلنا نعم نصنفهن الله يوفقكم الله يسلمك عفوا أول شيء عرفني بنفسك و واطرح ودلو بدل اولا السلام عليكم عليكم السلام ورحمه الله محمد الساعدي طالب مجموعه طبيه والنعم من الخوار انا حاب رحم الله والديك يسلمك حاب انوه يعني مداخله انه هو شيء بالشيء يذكر حاليا مو فقط بس اللي هو الطب البيطري اللي مختص به بان موك تعيين اول شيء احنا بدينا الطب البيطري باقي الاقسام الى الاقسام الى توصل الى احنا الاقسام اللي هو احنا مرتفعه الطب البيطري من 89 هاي معاناته بقيه الاقسام بدات تعاني هسه وهسه احنا باستمراريه بسبب السكوت اللي احنا دن يعني دن نسويه تمام وقال الدكتور محمد قال فد شيء حلو قال خطا الاباء صح يؤثر على الابناء استاذنا العزيز حاليا شنو اختصاصك دراسي تخدير انتوا اباء ابناء لو شنو احنا ابناء حاليا بعدكم ابناء جاي نعم استاذنا العزيز يعني اكو معلومه اضيف لك اياها اللي هو بال 2030 حتى الطب العام بعد ما يتعين توقف تعيينه تمام وهذا اللي مسؤول عليه هو وزاره التخطيط مفروض يعني ما نتجه الى الاتجاهات اللي احنا دي توجهوا لها الاقسام اللي هو لغه تعيينهم او صاروا فاض عن حاجه او 25% تمام اللي هو راح يتوجهون للقطاع الخاص فعلا فوزاره التخطيط ابو التخدير عنده قطاع خاص بنفس طريقه نعم الطب البيطري نعم انه حتى اذا ما تعين ممكن يفتح لا فقط داخل المستشفيات الأهلية يعني من راح يتوجه إلى المستشفيات الأهلية راح يواجه هذه اللي احنا نسميه اللوب ده دوامة راح يدخل بها عبارة عن تقل قيمتهم يعني توصل إلى الساعة بألف وربع أو أقل من هذا العدد تقل قيمة عملهم مو قيمتهم لا قيمة عملهم بالضبط أيه. أستاذ أنا حاسب على كل كلمة حاسب وحاسب تمام أستاذ أيه. فهذا اللي حاب أنوه عليه شكرا لك تمام أستاذ أكو أحد عنده مداخلة أخوي اللي لابس لون عاجبني جدا عرفني بنفسك سلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله عظم الله لكم الأجر لنا ولكم الأجر وياكم دكتور حسين عدنان ماجستير فصل جوادوية بيطرية الله يوفقك طبعا أشكر دكتور محمد ودكتور أثير دكتور الله. محمد يعني ما خلي شيء ما حكاه من معاناتنا يعني مداخلة أو فد معلومة أضيفة قاطع حتى لا يتظاهر لأن قلبه محترق كلش من زمان طبعا هو حكى أنه بال 2018 انطلقت أول شرارة من كربلاء هو كانت دفعتنا إحنا طبعا هو بوجوده دكتور محمد كان حالة من حالنا يعني هو أستاذنا ودكتورنا بس هو كان يعني يعاملنا كأخ كبير ويانا بالمظاهرات ويانا يدعمنا بكل شيء فمشكورة جهوده والحد الآن ده يعني شلون نقول جهوده موجوده ومثمره ان شاء الله دائما وابدا تعقيبا على كلام الاخ انه التخدير طبعا من يقدر يفتح عياده يعني استشاريه سحولها عياده استشاريه بعض الحالات تحتاج لازم طبيب اعتقد بعد الدكتوره نعم استرسل بعد انه يحتاجون شو اسمه استشاره طبيب تخدير يلا يجرون العمليات طبعا احنا معاناتنا كاطباء بيطريين ما تتوقف بس على مده التعيين عندنا قوانين خاصة بالنقابة النقابة السابقة أو قبلها يعني من قبل 2003 وبعد 2003
هواي قوانين متوقفه او غير نافذه. يعني قانون اعطيني اهم قانون عندنا بس 10 دقائق. نعم. حتى اهم قانون اللي هو الاشراف، الاشراف على الحقول، حقول الدواجن، حقول الاغنام، الابقار. ما هي الدوله هسه تجبره بالحق لانه لازم عنده طبيب بيطري. بالضبط. بس ما العفو تجبر انه يعني مثلا عندنا 10 حقول اشرافها طبيب واحد، المفروض لكل حقل اشراف طبيب، وهذا الطبيب يكون يا اما يعني شلون نقول مرخص من دائره دراسه الجدوى للحقل، لازم يخلي اسم طبيب بالضبط، وهذا منه مسؤول عليه. بس هو يخلي واحد يخلي 10 بالدوله، دائره البيطره، دائره البيطره والطامه الكبرى، دائره البيطره هم نرجع ونقول مثل ما قال دكتور محمد انه هي من ضمن تشكيلات الوزاره، وهذا الخطا وزاره الزراعه طبعا. وهذا اكبر خطا سابقا، يعني ما كانوا يعانون قبل 2003 بس، لكن من بعد 2003 من دمجونا بوزاره الزراعه مع وزارة الزراعة قمنا نعاني أكثر. قبل 2003 وين كان الطب البيطري؟ أعتقد يعني كانوا يمكن يدري دكتور محمد الوزارة بس كان لها فت فرص عمل أكثر. وكانت ضمن نقابة الأطباء العام. بعد ال 89 قسم أو فرع؟ يعني كنقابة هوية نقابية ضمن المجموعة الطبية. وبعد 2003 كلش نعاني، بس أكو جهود من 2018 والحد الآن، وهاي اول بادره خير ان شاء الله من خلال قناتكم انه ندعم الدكتور محمد وندعم كل شخص طبيب بيطري بصراحة. ان شاء الله يدعم الطب البيطري. الله يوفقكم. شكرا جزيلا. مداخله اخوان استاذ تنويح على كلامه. يلا احنا قسمنا التخدير ما نقدر نفتح عيادات استشاريه مثل ما يقول تمام، احنا التقنيات اللي هو اي بالضبط اللي هو تقنيات اللي هو احنا التخدير لنا نوعين، اما يدرس طبعا مدة 6 سنوات ويتخصص بالتخدير اللي هي 5 سنوات ياخذ بورد تخدير، هذه يقدر يفتح عياده استشاريه مثل ما قال. بس احنا لا نقدر نحول فقط الى القطاع اللي هو التعليم العالي. شكرا الدخلاء. يلا يوسف خلنا ناخذ يوسف. يوسف حياك الله. السلام عليكم. كل الهلا حياك الله. شلونك يا غاتي؟ كل الهلا يا غاتك الحسين. عندنا مشاركه على احنا الدكاتره جماعه البيطره قاعد يدون يرشدون ورا القصاصين. ها انت قصاب؟ انت فرحان يوسف ظهر ما متعب. والله فرحان فيكم اللي قاعد فرح بالتلفزيون. كل الهلا ابو يعقوب انت قصاب؟ ايه. نعم. شنو اللي مذيك بيه الأطباء البيطري؟ بس يتعينون جماعة بس يتعينون يظلوا يركضون ورانا. إيه إذا أنت مخالف أنا هم مركض وراك أنا مو طبيب بيطري. لو مخالف نحط أصابعنا بعينه. غيرت محور الحلقة يا يوسف وإحنا أيام فاطمية. شكرا أبو يعقوب. صدق مذينا. لا خلنا جاوب اليوم من تفتح من تفتح مجزرة نموذجية. تمام وياخذ مستثمر. ناس فعلا اكو احدى المجازر تاذت بس بسبب مخالفات اكيد، يعني الموضوع قانوني مجازر عشوائيه يعني بين المحلات بالبيوت، فهذا صح. اللي دي يحاسب القانون عليه. ليش هو صعوبه انه يروح ويختم بفلوس ويذبح بفلوس فيقول لك انا اختصرها اذبح ببيتي اسوي لي فد مصلخ داخل المحلات، وهذا تدري كله امراض واوبئه وتعاقب عليه الصحه. لذلك اكو لجنه بالمستشفى البيطري، هسه احنا اخو ما علينا بيها بس اللجنه بالمستشفى البيطري مال الجزره العشوائي يطلعون انه المحل ما مجاز هسه باي مكان. طبعا. اي محل ما مجاز صحيا يغلق. صح. تمام. فيقول لك هذا القانون يعني واحنا سوينا مجزره نموذجيه المفروض الكل تذبح هناك وتنفحص الحيوانات مالتها. احنا نوبات خوفا انه يستبعدون الحيوان مالتنا. صح. فما نروح للمجزره. تمام. او بعد الطريقه او الرسوم ما ندفعها، فلذلك القانون يحاسب على هاي القضيه. بالنسبه للقصاصين زين هم حقهم يعني ناس هو مواطن هو ترى يحكي يجي يحكي مظلوم. لا مو حق. لا لا مخالف. لا لا دكتور مو حقه. اسمح لي دكتور اثير. المجزره مو قضيه انه فقط حيوان واذبحه واختمه، هي المحدد الاساسي انتشار الاوبئه والامراض. أكيد. يعني احنا عندنا ابسط شيء الاكياس المائيه. هسه انت من تذبح بالمجزره وتطلع تلقى اكو اكياس مائيه. ثاني شيء تعرف يعني انتشار الحمى النزفيه فشيء رهيب عندنا. يعني انا اتذكر مو هذا السنه جبناها من جنون البقر الى اليوم الامراض الانتقاليه المشتركه الحمد لله ما واصلنا. لا عفوا الامراض المشتركه بدت توصل هوايه. يعني انا اتذكر مو هذه السنه الاربعينيه اللي قبلها تعرف بالولايه صير ذبح الاخوه يعني اصحاب المواكب. فشخص من الاشخاص بالليل تخربط امانه. انا موجود بموكب ماتي بشارع العباس شاكو هيك قالوا هذا بدا ينزف من عينه. قلت لهم اخوان خذوه ترى هذا حمى نزفيه. طلع متعامل حيوان جايبيه وياهم. المشكله انه هذا المرض اللي يكون يعني علاماته غير الحيوان حامل للاصابه ولكن غير ظاهره العلامات. صح. نسميه اسبتوماتيك. يسموه حاضن غير مصاب. احسن شيء يعني ينقل المرض. فهذا مجرد ما ذبحه تعرض للسوائل مالته للدماغ
انصاب. فقلت لك يعني قضية الجزر العشوائي أمانة أنا أسميه قاتل صامت. يعني فعلا. لأن تأثيره وانفجاره على البشر. بس هم اللي هو القصابين. أنا ليش قلت دكتور أنا ما أعطيت الأحقية وإنما يعني خلونا نشتغل إحنا على باب الله. هو من باب التجارة. لا لا لا. سعد أحمد بس مداخلك. واحد مرة قال لي دكتور إحنا نذبح فد نعشتين. أنا إذا أخذهن للمجزرة وأذبح وأدفع رسوم وأرجع أنا أخسر بهن. لازم أكو فد حل إنه يقربوها أو يخلونا فد مجازر فردية مجازة هيك من هالباب يعني. نقاط تكون أيه. عندنا أيه. آخر خمس دقائق نريد نسولف عن الدخلاء للمهنة. لاحقتوا كنقابة وباعتبارك أيه. كبير ونقيب أيه. لاحقتوا دخلاء؟ والله لاحقنا الدخلاء أيه. ولكن صدمنا بسور الصين العظيم اللي هو القانون اللي سنة 2000 شرع أنه الدخيل على مهنة اللي يتعامل يمكن المادة 40 من قانون النقابة. طبعا قانون النقابة بائس شرع يمكن بعدنا من كنا أطفال إحنا شو أنت نقيب كربلاء وتحكي على النقابة؟ لا أنتقد هذا إيه؟ انتقاد بناء. لذلك إيه؟ أنا أدعو النقابة القادمة أول ما تخلي نظام داخلي وتغير قانون النقابة. ولا أستاذ أحمد بربك يعني أنشدك فد مناشدة واحدة مخالف يشتغل بملايين الدنانير من الأدوية أنا لزمتهم يعني يقول لي أنا هذا مسواق بخمسة مليون تأخذه من عدي أنت تصادره يعاقب ب 250 ألف غرامة ويطلع إذن حوله مادة 240 مخالفة؟ أي مادة 40 240 مخالفة أي شخص يتعامل بالأدوية واللقاحات والسوائل الوريدية والمواد العلفية هذا قاتل ها؟ قاتل أنا أقول لك قاتل لأن إحنا عندنا مشكلة جدا كبيرة هي مشكلة المقاومة للمضادات الحيوية يعني هذا من يجي وينطدوه بكيفه من الحيوان مو فوق جرعه صح. هذا طبعا عنده فتشين سميه وذ درول تايم فتره السحب يعني انا من اعالج هذا الحيوان بهذا الانتيبايوتيك او هذا العلاج لازم خلال هاي الفتره كل ما يذبح الحيوان ولا يستهلك اللحم مالته لان هذا من راح يدخل راح يسوي مقاومه للبكتيريا الموجوده فبالتالي انت شوف قبل احنا تاخذ لك اموكسيسيلين شريط وطيب هسه تضرب اجرامايسين وتضرب كلوفوران وما تطيب على فلاونزا بسيطه. خلي اختم باخر سؤال نعم. ابرز الامراض خلينا نقول المشتركه بين الانسان والحيوان اللي منتشره هواي حتى اختم بهذا السؤال لان بقى عندنا اقل من دقيقه. هاي اللي ذكرها دكتور محمد الحمى النزفيه. الحمى النزفيه المنتشره خلينا نقول الاكثر انتشارا بس اكيد اكو امراض ما وفلاونزا الطيور من تجي وباها لازم تتلف هاي المنطقة صح. كلها تحجر يعني هواي أمراض هاي اللي تنتقل للبشر الأكياس المائية غيرها الكلب المنتشر عندنا في المشكلة في كربلاء مش قديم ما مسيطرين عليه يعني قلت لك أستاذ أحمد حتى لقاح ما صوتكم ترى يطلع من تتناقشون لا خلصت الحلقة دائما بالأستاذ يعني 1400 وكسور مرض يمكنه 45 يعني مرض مشخص 835 مرض هي مشتركة بين الإنسان والحيوان. هاو بالمناسبة كفت قضية ممكن الإنسان ينقل المرض للحيوان. يعني فقط الحيوان ينقل. هو بالتالي مشترك. مشترك. نعم. أنا شاكر لوجودكم. شكرا جزيلا أستاذ. وبالنيابة عن كل الزملاء وكل المؤسسات إحنا مقصرين وياكم. الله يحفظكم فضل إن شاء الله. الله يسلمكم. نشكركم ونتحتون أن نوصل صوتنا من خلال منبركم الكريم. إن شاء الله مفتوح الأبواب. الله يحفظكم. نسأل الله إن شاء الله يكون فد رسالة إلى أصحاب القرار في الحكومة العراقية. في كل لكل صاحب قرار في الدولة العراقية أن ينتبه لهذه الشريحة المظلومة أمانة وأشكركم شكراً جزيلاً الله يحفظك شرفنا الله يسلمك شهدي الكرام وصلنا لختام حلقة قد تكون مأساوية بالنسبة لي للي ما يعرف مثلي أنا ماشي أنت أعرف معاناة هذه الفئة يمكن أعرف في جزء بسيط من خلال أنه ألتقي ببعض الأخوة والخوات اللي مختصين بهذا الموضوع لكن ما متطرقين لكل هذه المواضيع ألتقيكم إن شاء الله الأحد القادم لذلك الحين نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.